عمرك 3 سنين ونص وانت شاف كثير شاطر ومهضوم وسريع وفي اكثر من 2.5 مليون شخص بيتابعوك، يعني بتعرف قد ايه في كثير ناس بيحضروك على صفحات ماما دي بوبو ليتعلموا الاكلات الطيبه اللي بتعملها. سيبال حداد انت امه لليام وبتساعدي بالمطبخ وبنته لكميل، كميل كمان صاحبنا بنعرفه. كميل حداد معنا الليله برا بالكواليس، اجا جده معك؟ اه. وتيتا ساميه وين؟ ما اجيت. ما اجيت؟ طيب حرم تيتا ساميه، شفت هيدي الكاميرا اللي عم تضوي احمر؟ الا هاي تيتا ساميه هيك بتشوفك من البيت. هاي حبيت تيتا ساميه. بيك سمايل ماما، بيك سمايل. اهلا وسهلا بالاستاذ كميل اللي معنا بالكواليس الليله. سيبال انت مخرجه ومعده ومقدمه برامج من 11 سنه وقريبا رح ترجعي ببرنامج حكي من عمرنا اللي سبق وقدمتيه 3 سنين على اذاعه الشرق، ومن سنتين بتطوري محتوى علامات تجاريه على مواقع التواصل، وعايشه مع زوجك روني وعائلتك بين السعوديه ودبي. صح. حدد عائله زوجك وعائلتي انا كمان. كمان حداد بس مش قرايب. هي اسم الله، لان عائله حداد كبير كثير. سيبال وليام، اول شيء بدنا نقول لكم ميرسي كثير كثير كبيره لانكم جيتوا خصوصي من دبي لحتى تزورونا بحديث البلد. ميرسي لكم كمان. جاي من دبي لعنا. قبل ما نكفي خلينا نشوف لقطات من ليام كيف بيطبخ بهالبلاير. اوكي هلا بتشوف حالك هون على الكبير. اوكي بلاير باسم. تيتا مرحبا دبايش. جايز كيفكم؟ منيح؟ نعم. عمل سبوسك على لحمه؟ يا كشك وشيش. بدي احط لك طحين. روح حطيه. ما بدنا هذا الشيء. حطيه. طيب هيك. وين بتسوني قولنا بالزبطة؟ هادا زي جبنا بسكويت، جبنا كويفيت، جبنا حبوت. ما طلبت الجبنة؟ ياخ أنا حبوت أنا جبنة يا بنات. شو بدك مامي؟ كشك. بدأ كشك بيض. شو بدك بيض؟ تسي بقى خاي. قدي بدو وقت؟ سيا يي أنا عم. مش بس بتطبخ وبتطلب الغراض كمان، انت بتعرف تطلب الغراض؟ دليفري. طلب مني هلا. الو ايه ليام، شو بدك غراض؟ شو بدك؟ قل له ليام حسب الاكل اللي بده يعمله. هي مش مقرر غراض للطبخ هلا؟ يا عندنا عنا طبخ هلا شيء؟ يا شو بدنا نعمل هلا؟ خلص بلا طبخ. يلا باي. سكر الخط. ليام بنشوفك دائما محمس كثير، حتى ماما بتقول لك ليش معصب؟ بتقول لها مش معصب، محمس وانت عم تعمل الاكل. بتكون محمس لانه بتحب تطبخ ولا لانه بتكون جوعان بدك تذوقهم؟ بتكون جوعان. هيها هالسرعه هيدي. برافو. بيطبخ لياكل يقبرني. بعدينه بلا اكل للصبي. طيب اي اكله بتحب تحضرها اكثر شيء؟ يعني بتنبسط لما تكون هيدا النهار عم بتحضروها، اي اكله؟ زعتر. زعتر من ايش؟ اه. والله بنزوق يا ليام، انا كمان بحبها مثلك. بس اي زعتر بتحب؟ زعتر جدو. بيبعتوا له اياه من هون، زعتر بلدي. ايوه كمان. مزوق مزوق. ايه غورميه. سيبال بتضبطي عملية الطبخ بس بنفس الوقت تركتي لليام على طبيعته، بيخلط وبيدوق وبيتحكم بالمقادير اوقات، بقول لك خلص ما بقى تحطي زيت، ما بقى هيك. قديش هالعفوية كانت عنصر جاذب للناس؟ يعني اليوم مش انت مبينة عم بتعلميه شو يقول، هو عم بيقول الاشياء. ايه طبيعي، هو اكيد يعني العفوية هي الاساس تبع كل الفيديوز تبعولنا. وبس اكيد ما فينا ننسى انه هو كطفل عنده كاريزما على الكاميرا، يعني غير اطفال ممكن يعني يقدروا يطبخوا بس مثلا ما يكون هالقد لذيذين على الكاميرا، هو عنده هيدي الكاريزما. وكمان اكيد طريقه تقديم المحتوى بتاثر كمان على جذب الناس ليحضروا، فكله على بعضه يمكن هي باكج واحده عم تعمل هدول. يعني في حركه صبي صغير في طريقه، يعني كيف عم بيشتغل
تحليل طريقة صبي صغير. بعدين منى عنده مشاهدين بحبوه كبار بالعمر مش انه صغار. بس انا اختي من الفانز تبعه بس عرفت انه معنا ليام اليوم. ليام معكم؟ واو. كان بقى تيجي تحضرك بالاستوديو. يا تتصور معه. ليام تنبسط بالاكل اكثر لما انت تعمله على ذوقك ولا لما سيبال تعمله؟ سيبال تعمله. اه سيبال بلا تعب ساعتها بتاكل. بتحب اكل سيبال؟ اه شي مره سيبال كنتوا عم تطبخوا ونزعت لك الطبخه؟ يا ولا مره؟ يا وقعت لك شي ما عرفت تعملها ولا مره؟ يا برافو لسيبال. منزقف له منزقف له سيبال.